كثير هو عطاء الأرض في تعز، فالتربة الخصيبة التي تزرع وتمد بمحصول وفير يستفيد منها ابن هذه المحافظة ويسخرها لتلبية حاجياته في المعيشة اليومية ولأغراض مختلفة. عرف أبناء تعز ومنذ القدم الأواني الفخارية وعملوا في صناعتها في إطار حرفة يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتعد مواقد المدر أو ما يسمى محلياً بالموفا واحدة من هذه الأدوات الفخارية والحرف التي لا يزال يشتغل عليها الكثير في هذه المحافظة. هي الصناعة يعني توارثها الآباء والأجداد والأبناء من بعدهم والمنطقة وتعتبر يعني تراث. تتشكل هذه المواقد إضافة إلى الأواني الفخارية مثل أكواد حفظ وتبريد الماء في الأصل من التربة الطينية الناعمة والتي تتوافر في عدد من الأودية بتعز، غير أنه لتكوين هذا الأواني ومواقد المدر الذي يطلق عليها البعض أيضاً اسم التناوير لابد وأن تمر التربة في إطار عملية تحضير جيد وفق خطوات محددة. يكون تراب يعني الطين لبن، ما يكونش أي تراب، مش قصدك يعني أي تراب يصلح، لا ما بل يكون تراب مخصص، خربلة التراب، وبعدها يتم عجن التراب حتى يجف، وبعدها يبدأ صناعة التناوير أو المآفي، تبدأ بصناعته، يجلس تصنع اليوم الأول نص، واليوم الثاني تكمل النص، تقلب هذا وتكمل النصف الثاني، وبعدها تخلي بالشمس لما يجف خلاص يكون جاهز للحريق. أول ما نعصده عشان يكون التراب يتماسك معين يكون قوي عشان يقدر يتحاكي معين يطلعه. يستغرق بناء الموقد الواحد فترة زمنية، إذ أن تركيب عجينة الموفا دفعة واحدة لا يمكن بالنظر إلى أن فترة التكوين تمر على مرحلتين، الأولى يتم فيها الاشتغال على الجزء العلوي ثم الانتظار إلى حين أن يجف والبدء بالاشتغال على الجانب السفلي بعد قلبه. ما تقدرش تجهزه بيوم، مضطر أنك تخلي اليوم الثاني علشان يجف وبعدها تقلب ويتكمل النص الثاني. لم تكن هذه هي النهاية بالنسبة للعاملين في الحرفة، فالتنور لا بد أن يتعرض لأشعة الشمس بهدف التجفيف، تتبعه في الحال عملية صنفرة من الداخل يعقبها رسم خطوط، الغرض منها الحفاظ على قرص الرغيف أثناء خبزه ووضعه في الجدار عند الجاهزية والتشغيل. خرج الماء فيه نخليه خارج 10 دقائق ينشف، وبعدين نبدأ عمل الصنفرة والتشخيط، بعدين نرجع نطرقه، بعدين ينزل هذاك الساعة 10 دقائق ورجعنا نقلبه وصلحناه وخلاص. المرحلة قبل الأخيرة وهي الإحراق، حيث يوضع التنور أو الموفا المدر في النار عند مستوى درجة حرارة معينة لإزالة الشوائب وزيادة تماسك المكون الرئيس وجعله أكثر صلابة. يلي ذلك مرحلة التغليف بالمعدن الصاج وصب النورة على فتحة الموفا من الأعلى بشكل دائري بغرض تقويته لمواجهة الصدمات أثناء الاستخدام. تتعدد أنواع هذا الموقد بناء على الطلبات والرغبة في الاستخدام، فمثلا يتم عمل الأحجام الصغيرة بمقاسات مختلفة للمنازل، بينما يتم إنتاج أحجام كبيرة خاصة بمخابز المطاعم التي تستخدمها لأغراض متعددة لإعداد وجبات الطعام من عمل الخبز إلى إنضاج لحم الحنيذ وغيرها. لا يوجد بيت في تعز إلا وفيها موفا. الموفا هذا نستعمله للطعام، نستعمله للخبز، نستعمله لتصليح أي شيء، لأن عدم وجود الغاز لا نرجع للحرفة القديمة. حق المطاعم هذا يأخذ له شغل أسبوع،
مثلا اذا بدعك تشتغلوا من يوم السبت ياخذ لك الى الثلاث الى الربع لما تكمل. تسوق هذه المنتجات التي تعد من الحرف والصناعات التقليدية إلى أسواق تعز المختلفة وأسواق المحافظات المجاورة، حيث تلقى تجارتها رواجاً، غير أنها تأثرت مؤخراً كغيرها من القطاعات التجارية والصناعية الأخرى.